كوكو لي زامي، تنتمنى تكونوا على خير والف الف خير دائما. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ولا واحد الاكله كيما بغيتو تسميوها، انها كتحيد الكرش المنفوخه، كتحيد الكرش اللي فيها الشحمه. كاين بزاف الناس اللي كيعانيو من هذه المشكله هذه. المهم انا جبت واحد الوصفه سهله سهله سهله، وفي 15 يوم تقدر الكريشه ديالكم تبقى تحيد بشويه بشويه الا تبعتوها. لحقاش كما كتعرفوا الشعير راه ما كاينش شي واحد اللي انه ما كيعرفش على انه كما كنقولوا حنايا كيفرط الكرش، هي انه كيحيد البقايا اللي كتكون لاصقه في الكرش. المهم انا جبت لكم هذه الوصفه هذه، تنتمنى تعجبكم وشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه اللي انا كنستعملها. كاين بزاف الطرق ولكن كل واحد والطريقه ديالو، وغادي نشرح لكم فيها في الفيديو. كاين الشعير البلدي، كاين الشعير الرومي، كاين بزاف الامور، ولكن اللي غادي ينفعكم هو الشعير البلدي. وكما قلت لكم في الفيديو غادي تشوفوا المراحل بلي ديتاي ديالها، ووصفه سهله 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 سهله، ماشي غير شويه سهله، بزاف الناس اللي انهم دابا ما تيبغوش ياكلوا الخبز ممكن يبدلوا الخبز بحريشه ديال الشعير مصوبه بواحد لي برودوي زوينين، بلا برودوي شيميك، بلا زيت روميه، بلا خميره، بلا حتى شي حاجه، وكتجي هشيشه 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 بزاف بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا معايا كتجي هكا على هذا الشكل، هذا رائعه جدا. تنتمنى تعجبكم وقبلوا عليا واعطوني رايكم. كما كنقولكم دائما كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وخليكم يلاه يلاه كلكم سيروا كملوا الفيديو. اول حاجه بغيت نشرح لكم على الشعير. راه فيه انواع، فيه البلدي وفيه الرومي. باش نقول لكم البلدي تيكون بحال لي شويه زرق، هانتوما لاحظوا هذا البلدي، انا غنوريكم الرومي تيكون بحال لي زرق شي شويه. فوالا الرومي تيكون بحال لي بيبض، ما تيكونش زرق، فهمتي؟ تيكون الفرق ما بين هذا وما بين هذا. انا كنديرهم في القرعات باش ما يضيعوا لياش. المهم ندوزو للطريقه. انا الطريقه اللي كندير، انا كنقبض زلافه وكان كنقيها شي شويه الا كان فيها شي وسخات، وكنديرها في هاد المول هذا، وكنفزقها ليله كامله. بحال دابا انا البارح قبضتها وفزقتها، فهمتي؟ بوحدها فزقتها غير بالماء وخليتها باش كتشرب هذاك الماء ديالها مزيان وكتولي رطبه. راكم كتعرفوا الشعير كيكون شويه قاصح، باش تيرطب ومين كديروا الحريشه كتجيكم تتمضغ بسهوله، ماشي قاصحه. ابخي مي كتفزق وكتسالي، انا غنوريكم شنو كندير فيها بلا مواد كيماويه، بلا هذيك الخنيشه ديال 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 الحلوى ولا الخميره البلديه، هذه الخميره العاديه، لا انا ما كندير فيها هادشي كامل، وكتجي فتيه وكتجي زوينه. المهم غتخليكم معايا في المقادير، غتشوفوا المقادير كامله اللي كنستعمل. والحاجه اللي انا غادي ننصحكم بها، ان الشعير إنا منفعك راه ما غاديش يضرك، وتاني حاجه انه هو كي بحال اللي كنقولوا حنايا كيفرط الكرش، اي حاجه كانت في الكرش خايبه كيحيدها. المهم خليكم معايا. انا كما كتعرفوا دائما كندير زويته بلديه، ما كنديرش من غير زيت البلديه، كندير واحد الكميه غير صغيره ماشي بزاف. فوالا، وكما غادي تشوفوا اي حاجه انا غنستعملها في هذه الحريشه هذه ديال الشعير ما فيها لا مواد كيماويه لا والو، كلشي طبيعي 100%، والحاجه اللي انها غتنفعنا. نكمل غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، فوالا كنقبطوا المقيله اللي غادي نديروا فيها الحريشه ديالنا، كنديروا لها شويه باش ما تلصقش. هي اصلا هاد الطفل ما كتلصقش، ولكن باش تا الوجه ديال الحريشه كيجي زوين وكيجي لاصقة فيه هاد الحبيبات ديال الشعير كيجي زوين. فوالا كما كتشوفوا كنقبطوا الخليط كامل،
وكنكبوه. هي اصلا مي كتبات كيطلقها واحد هذاك بحال اللي تتقولوا حنايا كيولي بحال الفرشي شويه ما مطلق، ولكن هو راه غير الشعير. المهم كنبقى نقرصو، ودائما مي انا كنشعلو البوطه كنشعلوها مهيله، ما كنخليوهاش مطلوقه مجهد، كتجي حريشه صحيه وكنستافدوا منها. و... والناس اللي ما كيبغوش ياكلوا الخبز دابا راه الصيف وكل شيء، هما كنصحهم بها. وقبل ما ننصحهم انا بها، راه هما كيعرفوا القيمه ديال الشعير. انا ملي كنخليها هكا كنخبط معلقه باش انا كيعجبني حتى الفينيسيون كلشي، كنقادها مع الجناب فوالا بحال هكا باش كيجيكم هذاك الشيء متوال وزويون، ماشي غير كنقبطو كنصوبو الحاجه. فوالا فوالا، وكنديروا واحد شويه عاوتاني ديال الشعير من الفوق. باش الوجه كما تيقول لك الكرش كتاكل ولكن العين كتشوف. قبل ما ناكلو العين تعجبك الحريشه، دابا غنشعل عليها، غادي نشعل عليها البوطه. نشعل عليها البوطه وغادي نقص عليها مزيان. فوالا هكا كتجي، ابخي مي غتوجد غنوريها لكم. وبصحتكم وراحتكم. فوالا دابا راه حسيت بها بحال لي انها راها شميت الريحه، وبحال لي حسيت راه انها تكرملات. غنجيبو اي حاجه باش نقلبوها، انا ها باش كنقلبها كندير هاد الغطيطيه هادي كنحطها هنا، اسمحوا لي غنقلبها. انا تنقول لكم عندي احساس انها حمرت. هاي سنقلبها لكم ونحطها. هاي هادشي سخون صابو بحال هكا. هانتوما انا غنوريها لكم هنا كيتحمرات، كتجي رائعه، كتجي خفيفه وكتجي ما شاء الله. نقول لكم خصكم تيسيوها ضروري، ما غاليهش بزاف. راه ديال الشعير كدير 10 دراهم البلديه، والاخرى كدير واخيلا 5 دراهم. ها انتما كتجي فنه رائعه. انا مي غادي نتبع الجهه الاخرى نعاود نوريها لكم. خليتكم حتى اخر فيديو. كما كتشوفوها هو الشكل ديالها النهائي، كتجي محمره وغزاله وخفيفه، ما غاديش تقولوا راها ثقيله ولا خفيفه بزاف بزاف. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى تعجبكم. وكما كنقول لكم دائما لي لايك ديالكم هما اللي غادي يخليو الفيديو ديالي يشوفوه بزاف الناس ويستافدوا به فيه بزاف الناس. بالنسبه للناس اللي ما داخلينش عندي، مرحبا بكم والف مرحبا، خليو لي كومونتير ديالكم، ديروا لايك، وكنموت عليكم وكنبغيكم بزاف بزاف. فوالا ها هو الشكل النهائي ديالها، كي كتجي رائعه والله العلي العظيم ما تشبعوا منها. كنتمنى انكم تعجبكم وتخليو لي كومونتير كما قلت لكم، فتيه زوينه ما خاصكم تجربوها. جربوها يلا كلكم سيروا تجربوها.